مباراة الذهاب انتصرنا بصعوبة 1-0 ضد اتحاد طنجة في مباراة الذهاب. أنا كنت قلت عند نهاية الشق الأول من الموسم، أتذكر بعد مباراة الفتح الرباطي والجيش الملكي، أن الفترة الثانية سوف تكون صعبة جدا، والدوري سوف يلعب إلى آخر رمق، يعني موش كلام في الفارغ، يعني استباق لما سوف يحدث يعني في هذه الفترات. قلنا كل فرق سوف تدافع بكل ما أمكنت يعني عن حظوظها، والدور الثاني سوف يكون صعيب جدا للتتويج وحتى إلى النزول، هذا اللي نشاهد فيه، والأمور سوف تتعقد أكثر في قادم الجولات. نحن منتظرين، صحيح احنا بدنيا عنا يعني معد بدني في أعلى مستوى السيد حسن، الشيء الوحيد اللي أنا متخوف منه هو الإصابات، وشفتوا إصابة لاعب آية ترخان أثرت أثر تأثير كبير جدا حتى على النهج التكتيكي اللي متعود أنا ناخذه، لأنه خصوصياته تختلف على خصوصيات اللاعبين الآخرين. التجاوب الجماهيري بين جمهور اتحاد طنجة وجمهور العسكري كانت أجواء ممتعة جدا صراحة، وهذا اللي نحبوه في ملعب المملكة، فأرجو أن تكون مثل هذه المجاهد وهذا التجاوب والاحترام بين الجماهير الطنجوية والجماهير العسكرية تكون مثل في كل الملاعب المغربية إن شاء الله.